يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال. برحب بحضراتكم أنا صفوة قمر في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج بيقولوا. بيشرفنا طبعا نكون مع حضراتكم كل يوم أربع لمدة نص ساعة من الساعة 11 ونص الصبح. بيقولوا إن الانطباع الأول بيدوم، والحقيقة إن دي قناعة عند ناس كتيرة جدا وبيتبنوها بشكل كبير، ولكنها غير صحيحة بالمرة، بل بالعكس دي بتخلي العقل الباطن يتبرمج على ان الانطباع الاول ده بيدوم حتى لو كان غلط، وده طبعا بيدخلنا في مشاكل كتير في حياتنا. بس اسمحوا لي قبل ما ندخل في التفاصيل اصبح على زمايلي في البرنامج سيلفانا الحارس وامل علام. صباح الخير يا سيلفانا. صباح الخير يا صفوت، صباح الخير يا امل، وصباح الخير وكل حاجه حلوه على كل مشاهدينا. صباح الخير يا امل. صباح الخير يا صفوت، صباح الخير يا سيلفانا، ويا صباح السعادة والتفاؤل والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. خلوني في بداية الحلقة أحكي لكم قصة صغيرة عن موضوعنا النهاردة، حكم قرقوش. أكيد كلنا سمعنا الكلمة دي، بس إيه هي حكايتها؟ في عهد صلاح الدين الأيوبي كان في حاكم اسمه بهاء الدين قرقوش، كان حاكم متميز سياسيا وكان من المحببين لقلب صلاح الدين الأيوبي. كان دايما بيحكم بالعدل، بس الناس كانت بتستغرب الطريقة بتاعته في الحكم لأنها كانت غريبة فعلا شوية. يعني مثلا في مرة راح تاجر يشتكي للحاكم قرقوش إن في واحد أخذ منه مبلغ من المال كبير ولحد دلوقتي مرجعهوش وهو محتاج المبلغ ده. ولما الحاكم قرقوش جاب الراجل صاحب الدين، كان المبرر للراجل إن كل لما يدور على التاجر عشان يديله فلوسه مش بيلاقيه. تخيلوا قرقوش حكم بإيه؟ حكم إن هو يسجن التاجر علشان صاحب الدين لما يرجع له الفلوس في أي وقت يلاقيه في المكان اللي مسجون فيه. في نفس الوقت كان في كاتب اسمه ابن المماتي، كان على خلاف كبير جدا ما بينه وبين الحاكم قرقوش. ألف كتاب اسمه الفشوش في حكم قرقوش، سرد فيه أخبار وتفاصيل كتير سلبية وسيئة عن الحاكم قرقوش، وفعلا قدر يقنع الناس إن الحاكم قرقوش حاكم ظالم وفاشل، على عكس ان الحقيقه غير كده خالص. وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، حكم قرقوش اللي بقى مرتبط بالظلم. بجد قصه جميله يا امل ومعلومه جديده، يعني انا اول مره اعرف المعنى الحقيقي لحكم قرقوش. بس قد ايه الحكم ظالم، قد ايه ان لما بنحكم على حد بنحكم على الظاهر علشان احنا بنجهل الباطن، قد ايه ده بيأثر على الانسان. حتى لو راح زي ما قلت قصتك بيفضل على طول الحكم عايش وموجود بينا. علشان كده هو ده موضوع حلقتنا النهارده، اصدار الاحكام والتعميم، وهنتناقش فيه ونتكلم فيه باستفاضه. لكن خلونا دلوقتي نطلع الفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ولسه مكملين حلقتنا، وبفكركم بموضوع الحلقة هو عن التعميم وإصدار الأحكام. تعالوا مع بعض نعرف الأول يعني إيه تعميم وإصدار أحكام. يعني مثلا في مهنة السمسرة، لما نسمع إن في سمسار نصب على حد معين في مبلغ من المال، نبدأ إحنا نصدر أحكام عليه إن ده شخص سلبي جدا ونصب وده كده غلط، وإن كل السمسرة بالطريقة دي، وده غلط جدا. ما ينفعش نحكم على الناس بالباطل لان ده في الشرع جريمه كبيره جدا. انت عارفه امل، انت جيتي لي من حته كده اصلا من وانا صغير فكره التعميم دي بتتعبني جدا. تمام. يعني انا اذكر وانا في المدرسه كان جنبنا مدرسه تانية، فدايما من يوم ما دخلت المدرسه خلي بالك اوعى تتعامل مع اي حد في المدرسه دي، العيال كلهم هناك زي وحشين. بعض. فانا حتى كنت طفل ولكن كنت بفكر طب ما احنا عندنا في المدرسه في ناس وحشين برضو، يعني اكيد مش المدرسه التانية دي هم بيجيبوا الوحشين ويحطوهم. وقعد الموضوع فتره كبيره شغلاني جدا. بالزبط. تلاقي مثلا حد تاني شاف لعيب كوره مثلا بيشرب سجاير، فيقول لك ده لعيبه الكوره كلهم اصلا بيسهروا، ده لعيبه الكوره كلهم بيشربوا سجاير، في حين ان انت لو سالتيه طب انت ايه اللي بيخليك تقول كده، هو شاف لعيب كوره فعلا بيعمل كده. في لعيب كوره بتعمل كده بس ده مش معناه ان انا اروح جاي كل الناس معمم على كله. وفي الفن كمان بيحصل، وفي الفن طبعا هم معرضين بده بشكل كبير جدا. بتلاقي مثلا ناس برضو بيجي في مطعم مثلا، يدخل المطعم كل اكله ما عجبتوش
فيبتدي يقول لك المطعم ده كله وحش. وحش. في حين ان احنا لو جينا برضو سالنا الشخص ده طب انت قابلوك ازاي طيب؟ يعني في ناس تانية طيب كانوا قاعدين طلبوا حاجات تانية الدنيا كانت كويسه ولا لا؟ هتلاقيه ما عندوش اجابه على الاسئله دي كلها، طب انت اشتكيت؟ قلت لهم حاجه؟ لا برضو، بس هو على طول بيروح واخد ده ويعممه على كل الناس. والموضوع بيبقى بالنسبه لي اصعب اكتر بكتير لما بيبقى على مهن وعلى تعليم معين. أيوة فعلاً. زي ما كنت بتكلمي في الحلقه اللي فاتت يا سيلفانا، مثلا تعليم الصنايع مثلا، ملهاش مكانتها في المجتمع، بيتقال عليها بالظبط مش واخده المكانه، فبتبتدي وبيقولوا عليهم الفشله هم اللي بيدخلوها بالظبط. فطبيعي انا لو انا شاب صغير وعندي مهاره او موهبه ممكن تاهلني ان انا اشتغل صنعه معينه، بس هي بيتقال عليها الكلام ده كتير، هتجنبها او ابعد عنها. ده غير انه اصلا اللي بنركز عليه هو اللي بيزيد، يعني طول ما انا مركز على الحاجه هتزيد. ما تركز، قاعده جميله قوي انا بحبها، ما تركز عليه يزداد ويكثر وما تقاومه يزداد اكثر. فانا طول ما انا مركز على ده وبقول على مهنه معينه ان الناس دي كلها زي ما انت بتقولي سماسره كلهم نصابين، كل ما ده هيزيد اصلا للأسف بالفعل. احنا بنقول هو الحل تقريبا، يعني احنا بنسمع اوقات كتير في مهن لما حد بيحصل له مشكله مع حد في المهنه دي بيصدر حكم عليه ان هو كده كل اللي في المهنه ناس مش كويسه، وده غلط جدا، لان في اي مهنه فيها الكويس وفيها الوحش، واحنا ما ينفعش نصدر حكم من غير ما نكون خدنا التجربه مع الشخص نفسه، ما ينفعش نعمم. فعلا التعميم موضوع خطير ومنتشر، وهو ظالم علشان هو بيجي من منطقه ميول مش من واقع، عشان احنا لو بصينا للواقع مفيش حد شبه حد، كل بني ادم ليه البصمه بتاعته لم ولن تتكرر. فحتى لو تشابهت الدوافع للفعل، لو تشابهت قصدي الافعال، الدوافع بتختلف، ولو الدوافع تشابهت سبب الدوافع برضو بيختلف. فما ينفعش ان احنا اصلا نعمم. بس في بقى ساعات التعميم بيبقى حاله دفاعيه، الشخص بياخده علشان يدافع فيه عن نفسه ما يكررش تجربه تاني، زي الزوجه لما زوجها بيخونها بتصدر حكم ان كل الرجاله خاينين، وده علشان ما تدوقش الم التجربه تاني وتكررها، لان هي فعلا اتصدمت او تعرضت لاذى نفسي، فبتبقى خايفه ان هي خلاص بقى تبقى، ما هي حيله دفاعيه بتبعد نفسها. حيله دفاعيه فعلا، بتبقى شايفه ان كل الرجاله كده، وبتحتاج وقت كبير جدا علشان تقدر تستعيد ثقتها في الناس اللي حواليها. ايوه بس انا ما ينفعش اعتبر ان على موقف مع شخص ما ان ده على الناس كلها، لان خلي بالك ده في مشكله كبيره جدا، ان هي الشخصيه دي بقى مع ان انت ملاقيه لها مبرر، ولكن هي بتاثر بشكل كبير جدا في الناس اللي حواليها، فممكن جدا تخرب بيت حد تاني زي ما بنشوف على السوشيال ميديا بالظبط. بس بيبقى غصب عنهم، يعني هو احنا مش بنقول ان هم صح، بس هم فعلا بيبقى غصب عنهم. لما واحد بيتعرض لازمه او لصدمه بتاثر عليه، وعلشان يتخطى المرحله دي بيحتاج وقت كبير عشان يبقى مؤهل. هي مجرد التعميم في الحاله دي بيبقى حيله دفاعيه، الواحده بتبقى عايزه او الواحد يدافعوا عن نفسهم عشان ما يمروش بتجربه الالم، زي اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. لا بس انا من وجهه نظري ان ده هيخلي برضو، يعني هي على نفس المثال اللي انتوا بتقولوه، ما هي لو تعاملت على هذا الاساس على فكره هي كل اللي هتقابلهم هيبقوا خاينين فعلا، لان هي الحاجه الوحيده اللي مركزه عليها هي دي. ما هي دي بقى ايه؟ كارما الاحكام، اللي انا بحكم فيه بيرجع عليا تاني. في يعني زي ما الكارما اللي بيعمل حاجه بترجع عليه، دي بقى كارما الاحكام، انا بحكم على شخص بشوف نفس الحاجه اللي انا بحكم فيها، عشان احنا ما ينفعش نحكم اساسا على الشخص، احنا نحكم على السلوك وبس. الموقف. وكمان في اصدار احكام وتعميم بيبقى داخل الاسره، يعني مثلا لما نلاقي الاب والام دايما بيحكموا على اولادهم من درجات الامتحانات، لو هي الدرجات دي قليله او الاباء والامهات عايزين درجات اعلى، بيبقى شايفين ان في الوقت ده ابنهم او بنتهم فشله، ويفضلوا يقولوا لهم ان انت كده فاشل، انت كده غبي، وده غلط جدا، لان الطالب مثلا لو هو كويس وتعرض يعني لحاجه خلته في الامتحان يجيب درجه قليله، وانا افضل كل شويه اقول له ان انت غبي وان انت فاشل، ده هيخليه فعلا غبي وفاشل. وفي موقف انا شفته بعيني، كان دايما اباء وامهات يعني اب وام بيقولوا لابنهم ان هو غبي، على طول بيقولوا الكلمه دي،
على الرغم ان الطفل ده كان ذكي جدا، مع الوقت والسنين لاحظت ان الطفل ده بدأ يحصل عنده مشاكل في النطق وفي الكلام، وثقته بنفسه قلت جدا. ده غلط جدا. على العكس، عارفه في مثال انا بحبه قوي في الحته دي، هو لما بيبقى عندنا طفل بيحبي، احنا لما بيجي يحاول ان هو يقوم ويقف ويحاول ان هو يمشي، فبيجي اول خطوه ممكن ياخد خطوه واحده او نص خطوه ويقع. ايوه. احنا ساعتها بنركز على ايه؟ انه وقع. لا، احنا بنركز على الوقوف. برافو ده شاطر، طب اعمل اكتر. فبيجي في المره اللي بعديها بيمشي خطوتين، بيبقى 30% 40% لحد ما بيبقى 100%. ده علشان انا ركزت على ايه؟ رغم ان هو وقع اكتر ما وقع. حسب ما بنبرمجه. لا، وفي ناس بتبقى باصه على الجانب السلبي انه وقع، فما خلاص بلاش يقوم، بلاش نسيبه يحاول تاني. لا، بس في الموقف ده بالذات في الغالب هتلاقيكي بتركزي على انه وقف، ده مشي، ده اول مره ياخد خطوه. فالطفل تلقائي بيتشجع وثقته في نفسه بتزيد زي ما كنت بتتكلمي، فيبدا ان هو يعني يكبر فعلا وياخد ده. لو احنا خدنا دي قاعده بقى سلفانا في حياتنا، اعتقد ان هي سواء انا خدتها على شخصي او على اللي حواليا، اعتقد ان هي هتفرق كتير. طبعا هي الاسره اساسا هي نواه المجتمع. بالزبط. بتبدا عندها المشكله وعندها برضو بتبدا الحل. يعني احنا لو حبينا مثلا نرفع الوعي بموضوع الاحكام، ان احنا ما نصدرش احكام على الاخرين، الحل بيبدا من جوه الاسره ومن اساس الاسره اللي هو الاب والام. صحيح احنا مجتمعاتنا اتبرمجت على الاحكام وحتى على اولادنا، لكن مش صعب ان احنا نغير البرمجه دي. لازم ان احنا ما نحكمش على اولادنا، وحتى لو غلطنا وحكمنا عليهم نعترف ان ده سلوك غلط عشان هم يكتسبوا السلوك ده وما يسلكوهوش، وحتى لما يعملوه يبقوا عارفين ان هو غلط مش صح. بس سيلفانا، مش ساعات الواحد بيبقى برضو، عشان نبقى واقعيين، يعني الولاد بيبقوا متعبين، فطبيعي ان انت ما بتقدريش تحافظي. ما انا بقول انا بقول لما نصدر حكم ما نقولش لا انا كبير انا اقول اللي انا عايزه. لا، انا اقول فعلا انا غلطت ان انا اصدرت حكم او مثلا لقب، ونعرفهم ان احنا بنقول لا تنابزوا بالالقاب، ان احنا ما ينفعش يبقى ده هو اسلوب حياتنا ان يبقى فيه القاب مش كويسه. فده بيرجع عليهم ان هم بيعرفوا قيمتهم وتقديرهم لذاتهم وللناس كمان. اعتقد كمان ما نقللش ثقتهم بنفسهم. يعني اي حد طبيعي انه بيغلط، لما الابن او البنت يغلطوا عادي جدا نحاول نتقبل الموضوع ونفهمهم ايه الحاجه الصح، وان عادي احنا غلطنا المره دي ناخد بالنا المره الجايه عشان ما نغلطش نفس الغلطه. نحاول نقومهم مش نضعفهم ونقلل ثقتهم بنفسهم. وهو على فكره ممكن يغلط نفس الغلطه تاني عادي، مره و10 يغلط و20. مره واثنين وعشر، المهم ان انا اتابعه واقومه ما احبطوش. كل لما اقول له كلام سلبي واحسسه ان هو بيغلط وان دي جريمه، للاسف هيتغير للأسوأ. انا عايزه اغيره للاحسن، لازم انا اللي اساعده واقدم له النصيحه واقف جنبه وادعمه. والكلام ده على فكره برضو على الازواج. يعني عمركم شفتوا مثلا واحده متضايقه في حاجه في جوزها، او العكس واحد متضايق في حاجه في مراته وقعد يتكلم عليها على الحاجه دي وتلاشت وراحت؟ لا طبعا، بتزيد. صح طبعا، اصدار الاحكام على فكره بيزود الحاله، يعني هو بيكبر المشكله مش بيحلها. بالظبط. علشان انا بصدر حكم على شخص هو خلاص ممكن يوصل لمرحله طيب انا كده انتوا عايزين ايه. بالظبط. احنا حتى لو جربنا بدل ما نصدر احكام على اللي قدامنا وندخل في مشاكل، طب احنا مثلا يعني زي ما قلت بين الازواج، بدل ما اصدر على الطرف الثاني حكم ان هو بيعمل حاجه مثلا مضايقاني، اتكلم معاه مره واثنين وعشره واطلب الحاجه اللي ممكن تريحني وتريحه، ونحاول نوصل لحل وسط يرضي الطرفين. لكن للاسف في ناس ما بتوصلش لحل وسط وبتدخل في مرحله العناد. ما هو العناد ده بيبقى جاي اصلا من ان انا اصدرت الحكم ده على الشخص ده، سواء بقى شخص زي ما كنا بنتكلم في جوه الاسره او بره الاسره، ولكن انا ببقى اصدرت. فخلاص انا مجرد ما انا اصدرت صنفت، فانا اوريدي خلاص عندي شويه تعاملات بناء على تصنيفي ليكي هبدا ايه اتكلم معاكي. فخلينا بس الاول، يعني هندخل في تفاصيل اكتر في الموضوع وهنتكلم عن كمان طرق، بعض طرق العلاج، ولكن هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. استنوا. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني، ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهاردة، إصدار الأحكام والتعميم.
من وجهة نظري علشان نتحرر من إصدار الأحكام والتعميم، ياريت إن إحنا كل واحد يخليه في حاله علشان نركز في نفسنا. لما نركز في نفسنا هنتطور، لكن لو ركزنا مع غيرنا هنفضل في مكاننا. وياريت كمان لما نيجي نحكم على شخص ما نحكمش عليه كشخص، نحكم على السلوك بنوع من الرحمة. علشان مثلا لو واحد كذب في موقف، ما ينفعش أقول له أنت كذاب، لكن أنا ممكن أقول له على فكرة أنت كذبت في الموقف ده. ساعتها بدل ما يقعد يدافع عن نفسه هيبتدي أن هو يتقبل كلامي، وهتفرق كتير معاه قوي، يبتدي يوضح لي الموضوع. وكمان في حاجة جميلة قوي في التعامل، أن احنا نتعامل بإحساس وبرحمة. بمعنى أننا قبل ما أحكم على أي موقف أحط نفسي مكان الشخص اللي أنا هحكم عليه. لو حطيت نفسي هبقى عندي الرحمة اللي تخليني مكسوش عليه، علشان قمة الوعي والإنسانية إن البني آدم ما يقبلش على نفسه اللي ما يقبلوش على غيره. يعني من الآخر كده، لو إحنا في التجربة الأرضية اللي إحنا عايشينها دي دلوقتي، قلنا إن دي عبارة عن فيلم، هل إحنا وظيفتنا ورسالتنا إن إحنا نقعد نتفرج على الفيلم ده ونحكم ونحلل الشخصيات؟ أكيد لا طبعا، لكن رسالتنا إننا ندخل جوه الفيلم ونقوم بدورنا ونحاول نحسن بيه على قد ما نقدر، علشان في الآخر الحكم لربنا مش لينا. طبعا يا سلفانا، هو يعني أنت جيتي من حتة برضو دي اللي أنا كنت عايزة أقولها، إنه يعني خلينا متفقين كلنا بجميع الديانات إنه في إله يحكم هذا الكون، ولا إله إلا الله طبعا. أكيد. فالله لم يسمح لأي مخلوق في الدنيا إنه يحكم على إنسان تاني أصلا. يعني ربنا بيقول في القرآن إن الحكم إلا لله. بالظبط. إلا لله بس، خلاص. إحنا ما نحكمش. يعني أنا بقى ليه أشغل نفسي بحكم إن أنا أحكم على حد؟ وبعدين هو مين أكتر واحد بيتعب أصلا؟ الشخص اللي بيصدر أحكام على الناس، ولا اللي أصدر عليه الحكم؟ مين اللي بيتعب أكتر؟ الاتنين. الاتنين بيتعبوا، لكن اللي بيتعب أكتر اللي دايما شاغل نفسه إنه يصدر أحكام على الناس. بالزبط. فبالتالي ما بيبقاش قادر يبص لورقته فعلا بالمعنى المطلوب، فبالتالي هتلاقي هو كمان حياته مش مظبوطه بالشكل اللي هو عايزه، لانه هو شاغل نفسه جدا بالناس، مش شاغل نفسه زي ما كنت بتكلم من شويه، هو شاغل نفسه بتصنيفات الناس، وبناء على التصنيفات دي هو بيتعامل مع الناس دي، فهو في الاخر ما بيبقاش هو الشخص اساسا، هو بيتعامل بناء على التصنيف اللي حطه او الحكم اللي حطه. ولكن هنرتاح اكتر بكتير لو احنا كل واحد باصص في ورقته بس، مش باصص على ورقه اللي جنبه، وحتى على النطاق العيلتي واسرتي والناس اللي انا مسؤول عنها. حتى ده مش شرطي، او مش لازم خالص ان انا احكم اصدر حكم على حد من ولادي مثلا ان هو زي ما كنت بتتكلمي غبي، او حتى ينفع في حاجه معينه وما ينفعش في الثانيه. لازم ان انا اديله مساحته. يعني ما احنا لو ساعدناه ان هو الطفل طلع ما بيصدرش احكام، على فكره مش هيبقى عندنا تنمر، علشان اللي ما بيصدرش احكام ما بيتاثرش لما حد يصدر عليه حكم، علشان هو بيحس ان ده رايه ما يخصوش هو. يعني صح، دي نقطه مهمه جدا فعلا. بالظبط كده. بيقولوا تعرف فلان، اتعاملت معاه، لا، علشان كده ما ينفعش نصدر حكم على اي حد غير لما نتعامل معاه. في رايي احنا لازم نفكر كويس جدا لو احنا محتاجين نعيش في سلام، ان احنا ما نحكمش على اي حد من غير ما نكون شفنا حاجة بعينينا. لازم نكون متأكدين، وكمان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نركز في نفسنا ونصلح السلبيات اللي عندنا. واهم حاجة نعملها نركز في ولادنا جدا، لان الاطفال هم اساس المجتمع. لازم نطلع جيل سوي، نعلمهم يكونوا واثقين في نفسهم، ونصحح من اخطائهم بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ما نعلمهمش ان هم نوصل لهم يعني ان هم اذكى ناس واحسن ناس، عشان ما يبقاش عندهم غرور. يعني نعلم الطفل اللي ليه واللي عليه، هيطلع طفل سوي نفسيا. لازم كمان نراعي ربنا، ما ينفعش نظلم حد ونقول حاجة احنا مش متأكدين منها، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ما نظلمش حد. كمان في رأيي موضوع
احنا كده خلاص حلقتنا خلصت. للاسف الوقت الحلو بيعدي بسرعه. كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب كل المشاهدين يكونوا استفادوا من حلقتنا. استنونا الاسبوع اللي جاي قبل دلوقتي بنص ساعه، اشوفكم على الف خير.